طيب دكتورة، بتوقع هيك بيكون كل شيء تمام والفحوصات رح تمشي بسهولة؟ بظن لازم كمان نسأل بقية الدكاترة عن آرائهم، صحيح؟ أي الحق معي، هالشي كتير ضروري. مرحبا. صح. هاي أهلين. يا ترى بلاقي الدكتور كريم بمكتبه؟ أكيد. تمام، شكرا، يلا بشوفكم. أهلا وسهلا. هلا برأيي اللي حكيتي صح، بس لازم نناقشه أكثر. شوي جوليا، هلأ بيوصلك الخبر. أنا ما رح أقدر. كريم بجوز يموت. كريم إذا خسر شغله أكيد ما رح يتحمل. تليفوني وين؟ تليفوني وينه؟ دكتور، يعني لسه بدك وقت أكتر من هيك؟ ما فهمت عليكي. ماهر، ماهر، وقف البنت، ما بدي غيرت رأيي. بس البنت صارت بمكتب زوجك يا مدام. شو عملت يا ربي؟ شلون سويت فيك هيك وشلون بدي حلها هلا؟ غلطت كتير. انتي غلطتي جوليا، شو سويت؟ انت ليش تاركني استنى كل هذا الوقت؟ مالك شايف قديش حابة مو حرام تنطرني؟ قلتلك انه البروفيسور ما انا هون، ورقم تليفونك صار عندي، اذا صار شي بدقلك. ما رح تقدر تتخلص مني بهالسهولة يا دكتور. ولك انت شو عم بتقولي؟ اسمعي، إذا ضليتي عم تتصرفي بهالطريقة رح توقعي بمشاكل. بعدي عن طريقي. بعدي. إيلين، شو صاير معي؟ طلعوني من هون، مدري شاكم، طلعوني من هون بسرعة. طيب قولي لي شو المشكلة؟ ما بقدر أحكي. لازم تخبرينا، بلكي فينا نساعدك. أهدي شوي واحكي لي. هو كان بده يبوسني غصب عني.
وبعدها حاول يتحرش فيني. كريم؟ مستحيل، ما عم صدق اللي سمعته. تعي معي، هذا الموضوع خطير لازم نحكي فيه بمكان. تعي روقي شوي، رح نتصل بالشرطة. ماهر شو صار؟ قدرت توقف البنت؟ لا، ما ردت على اتصالي. البنت طلعت من مكتب زوجك وقالت هالزلمة حاول يبوسني وجرب يلمسني، وما بعرف يمكن قالت لهم كمان انه اغتصبها. والجامعة كلها عرفت بالسيرة، في دكتورتين معها هلأ. قال في واحدة منهم كانت عندكم مبارح المساء. طيب بحكي معك بوقت تاني. بس ماما بس روقي حبيبي خلاص. تعال عندي لقلك. ليش لهلأ ما نمت؟ ها؟ قلي لشوف، كنت ناطرني مشان لعبك مو هيك؟ ها؟ استنيت البابا. تعال جوليا، جوعان كتير. دغري بجهز لك أكل، زاد كتير أكل من مبارح، 5 دقايق وبيكون كل شي جاهز. ممتاز، كله كان طيب، رح أكلهم كلهم. شو قلت؟ ها؟ شو رأيك؟ أنا رح جيب شي أشربه وانت استناني هون يا قمري الصغير، اتفقنا؟ مو على أساس في أكل؟ شايف ما في غير جبنة. يلا منيحة. لا معلوم في أكل، شلون يعني؟ يلا ثواني ورح طالع كل شي من البراد، لحظة بس. تاكل جبنة؟ تاكل جبنة؟ ما فيك هلأ، بدك شي سنة.